من حبي للخليل واللي فيها جيت أزورها وأسلم على اللي فيها. الخليل سميت الخليل نسبة لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وبلد الصحابي الجليل تميم الداري كان يسكنها، وسكنها إسحاق نبي الله ابن سيدنا إبراهيم الخليل. والخليل مشهورة يا عمي بكربيج الحلب، الحلبي الحلبي الببجي. هيو مدخل الخليل بتمروا على حلب الببجي، هاي الشباب بتقلي يا سلام على كربيج الحلب، يا سلام يا سلام على الحلبي الحلبي للحلبي حلب الخليل. طبعا هون مكتوب من الخليل الصامدة إلى القدس العاصمة عهد وتحية. نعم عهد وتحية، نعم عهد وتحية. وفي العلامة هاي الأجهزة الأمنية وراي، شايفين الأجهزة الأمنية؟ هاي الأجهزة الأمنية وراي، هاي هم هاي هم هاي الأجهزة الأمنية، هاي أمي هاي أمي. يا سلام، هدول الأمن الوطني، الأمن الوطني على مدخل الخليل مع كلمة، مع كلمة من الخليل الصمود إلى القدس العاصمة عهد وتحية. يا سلام لو هذا الكلام يعرفوا شو يعني أبو الشعر الأبيض، يعرف معناه.